طيب بدنا صدور الدجاج 2 ملعقة كبيرة من زيت شعبان، ربع كوب بقدونس مفروم، بدنا كزبرة مفرومة وكمان نعنع، بالإضافة لبهارات الجارم مسالة اللي حكينا عنها كتير رح نحكي عنها أكتر، وكمان بنحتاج لكمون ملعقة صغيرة وملعقة صغيرة من الكركم، ربع كوب من القرشلة، فلفل حار أخضر أو أحمر اللي عندكم إياه، وبصلة وملح وفلفل. إذا حطينا البصلة والفلفل الحار، وهون عندي كزبرة بقدونس ونعنع، فإذا كزبرة وبقدونس ونعنع هذا اللي بيختلف شوي بمكونات الأعشاب اللي بتدخل للكفتة الهندية. هلأ عندي بصل أخضر ما كنت كاتبة بالوصفة بس عم بفكر أحط شوي كمان زاكي معاهم. شوفي شو بدنا نعمل، بدي أحط عليهم شوية زيت بس عشان أسهل عملية خلطهم بالخلاط، وبدي أخلطهم بعدين رح أنزل عليهم الجاج. أوكي، حتى لأني أنا بحب أطحنه بالبيت، في ناس بيجيبوا مطحون. هلأ هذا البيست اللي عنا، دقيق شوي زعل هذا بك. أوكي، إذن هلأ رح أضيف صدورة الدجاج اللي عندي. رح نضيف هلأ الملح، والفلفل، ورح نزيد كمان شوية زيت. هلأ بقولكم ليه. هلأ البهارات اللي عندي اللي حكينا عنها اللي هي الجرم مسالة، هيها هاي بتيجي خلطة بهارات هندية جاهزة، رح نحط شوي منها، نخلي شوي للبطاطا. وهون عندي الكمون، الكركم، كل إشي تاني، الكزبرة، الفلفل الأحمر الحار، كله مع بعض رح نحطه هون، نخلي شوي للبطاطا. هاي طيب، وفي عنا آخر شيء معلش لين اللي هو القرشلة أو الكعك المطحون، هذا رح يساعد يعطي تماسك داخل الكفتة حتى ما تكون طرية زيادة عن اللزوم، وبيعطيها قرمشة كمان كتير زاكية. ورح نزيد الزيت كمان شوي صغيرة. بس أول مرة بعرف إنه بينحط القرشلة مع جوا الخلطة، وبتقدري كمان برا، بس هي جوا الخلطة بتساعد إنها تتماسك. تمام. وهلا ولا إشي، نعمل أصابع بهاي الطريقة. أوكي تمام، بنحطها بصينية خاصة للفرن وبندهنها بشوية زيت زيادة الصينية، وبندخلهم على فرن حرارته 180 لمدة ربع ساعة، ما تبالغوا كتير في شواهم حتى ما ينشفوا ويطلعوا ناشفين. طبعا احنا محضرين كفتة هلا رح نفرجيكم اياها، بس قبل ما نطلعها ونفرجيكم اياها برضه رح انتقل للبطاطا لين ونفرجيهم كيف رح نعملها. هلا اذا للبطاطا في عنا طبعا بطاطا مقطعة مكعبات او قطع صغيرة، هاي الصينية رح احط فيها زيت وارجع احط فيها يا لين كل خلطة البهارات اللي حكينا عنها، وبرضه شوي من الجرم مسالة اللي عنا. بنخلطهم هيك، بعدين بننزل عليهم البطاطا اللي عنا. طبعا ضفنا لها معلقتين من زيت شعبان، وهلا بنحط البطاطا، بندخلهم على فرن حرارته 180 درجة البطاطا لمدة تاخذ تقريبا بين 45 دقيقة لساعة إلا 5 دقائق، يعني بدكم تراقبوها حتى ما تنحرق وكل شوي تطلعوها وتحركوها. فأنا طبعا محضرة بطاطا ومحضرة دجاج، فرح أفرجيكم كيف شكلهم. طبيعي. هلا احنا بس ضفنا الثوم، حطينا اللبن وحطينا الثوم، رح نحط الخيار. هلا في ناس ببشروه، أنا بحبه هيك، فهذا حسب الرغبة. رح نحط إشي بسيط من خلطة البهارات هاي حتى يصير لونه حلو، هيك بيطلع على صفار على حمار، وبرضه بيعطي نكهة، وبحس بكمل نكهة الأكل اللي احنا قد تحضرناه بشوي. ورح نحط أكيد شوية ملح، عصير ليمون، شوية إشي بسيط وما فيه زيت زيتون، بس أنا رح أضيف، أنا بحبه مع زيت زيتون. وهلأ رح نفرم شوية بس كزبرة ونعنع نضيفهم عشان برضو النكهة كلها تكون متجانسة مع بعض مع الأشياء الثانية اللي حطيناها. ممتاز. رح أحط شوية بصل أزين فيه حوالي الصحن عشان نعطيه شوية لون.